انتي منيحة؟ هاي لوين؟ استنى عم عطينا من هاي امشي بسرعة بسرعة هاي واقف عندك واقف ولا رح اقلك واقف ولا رح اوصك ابا جان انت منيح شو صار انا رح خبرك شو اللي صار انت مفكر انه هي مو مخادعه انت غلطان هي عدوتنا لسه شاكك بناهدة؟ أرمان أنت غلطان هاي مخادعة وعدوتنا تعرف شو؟ هاجمني هذا الزلمة بس لينقذ حياتها شو اللي بدك يا؟ هو عم يكذب هون شاوي أنا هاجمتك لأنك كنت عم تحاول تأذي مرة مو أكتر إذا بتغلط مع مرة مرة تانية بدي شبعك قتل أنا بكره الرجال اللي بيضربوا النسوان أخي أرمان أنا فكرت إنه هاي المهمة كانت بنفس الأهمية بالنسبة للرجال والنسوان بس أبا جان رح يضل يشك فيني هيك لا رح يحترمني ولا رح يقبلني لهيك أنا بدي انسحب من هاي المهمة هلأ انت شو عامله هو حاول يحرقني بمواد مأذيه كتير لك رجع رجع شو صار لك كيف بتتجرع نزل ايدك كيف بتهاجمني بهالطريقه هاي البنت صارت غالية عليك يعني لدرجة انك ترفع ايدك علي برأيك بتستاهل هالتعامل هالشي مو مشانه مشان مبادئنا وبس هذا المكان ما بيحترم نسواننا وللأسف كمان انت ما بتحترم ناهدة لهيك شو الفرق بيننا وبين اعدائنا هلأ انت هلأ خليت شكك يشتتك عن هدف هاي المهمة وحاولت انك تقتل حدا من مجموعتنا وبدون اي دليل شو هالحكي لك شو صار لك ارمان هاي البنت مخادعة هي أثبتت ولاءها وإمكانياتها وبالإضافة لهذا الشيء شاطرة بالطبخ مثل مهك وما رح نقدر ننجح بمهمتنا بدون دعمها وإنت بدون أي سبب حاولت إنك تقتلها لهيك ما رح خليك تأذيها لتثبت إدانتها طيب إذا هيك معناتها رح نشوف أنت صح شخص مهم بس ما فيك تكون مثلي أبداً لأنك مو شاطر بالحكم على الناس نهائياً انت هلا بتوثق بهي البنت مو هيك بس هي رح تضطر تثبت ولاءها ورح اعمل لها اختبار واذا هي قدرت تنجح بهذا الاختبار انا رح اعتذر منها واترك المهمه وامشي قولي لي ناهدة انت جاهزه مشان الاختبار انا مستعده اثبت ولائي لهي المهمه خدي لشوف اوصي فورا هلا بتقوصي هذا الزلمة مفهوم وبتثبتي ولائك تجاه مهمتنا أوصي فورا شو رح أعمل؟ شو الاختيار الصعب هاد؟ وكيف رح أقدر أني أوص سوريا؟ أنا إجيت لهون بس مشان إني أنقذه شو تفضل؟ تفضل يسلموا إيدك إيه كارون صار كتير شغلات بهالكم يوم حتى إنه مو حابين فكرة الاحتفال أبداً
أنا بس بتمنى إنه مع هذا الاحتفال تخلص مشاكلنا كلياتنا ويرجعوا لنا شؤري وما هيك بالسلامة. نحن رح نكون مبسوطين إذا بتشاركونا بهذا الاحتفال. أنتوا كمان بتتحسنوا. شو اللي عم يصير معك يا ناهدة؟ أنت ليش ما عم توصيه؟ يا ترى لأنك مخبرة الشرطة ولا لأنك مرتبطة بشوريا؟ يلا لشوف أوصيه ناهدة مشان تثبتي ولائك إلنا. أوصي لشوف. شبك ناهدة، يلا أوصيه واثبتي ولائك تجاهنا. إذا مو أنتي أنا يلي رح أوصه، بس إذا بدك تمنعيني بدك تقولي مين بتكوني؟ رصاصة يا دوب جرحت له رجله بس. هلا تصويبك سيء ولا انت ما بدك توصيه؟ انا طلبت منك توصيه ورصاصة يا دوب خدشت له رجله بس. انت لا تتحركي، بدي اعلمك درس ما تنسيه. أبشان ناهدة، ليش ما قوصتي على صدره؟ أنا كان فيني أعمل هذا الشيء، بس ليش؟ بس لأنه أباجان هو اللي قال لي هيك؟ مفكر أنه رح نفذ أوامره بدون أي اعتراض؟ صدقني غلطان كتير بهذا الحكي. أنا خطر لي أنه رح نحتاجه بمهمتنا، بس إذا بدكن إني أثبت ولائي بإني أوص هالزلمة بدون أي تفكير وأقتله وأتخلص منه بدون أي تردد أو رحمة، فأنا جاهزة فوراً. أنا رح عد للخمسة هلأ وبعدين رح أوص، وما رح يضيع هدفي هالمرة بنوب، ورح أتخلص منه. واحد، اثنين، ثلاثة، ما حدا طلب منك انك تثبتي اي شيء. خلونا ندخل. وابا جان بدي احكي معك على الانفراد. تعال. Ha ha ha!
اسمعيني، نحن لازم نوقفهم. إذا اضطريتي إنك تأذيني لا تترددي أبدا. بس شوريا، اسمعي، أنا ما بدي أعذار يا مهيك وما بدي تردد. يلا وعديني. ما بوعدك بس أكيد رح أحاول. وخليني أنا أتولى هالمهمة على طريقتي. ماشي، رح أتراجع. ما هيك، هي أبا جان طلع من المهمة. نايدة، أرمان عم ينادي لك. امشوا، يلا يلا نطلع لبرا. ناهدة سكري هذا الباب. انا اسفة كتير شوريا، بترجلك سامحني. انا اسفة كتير، انا بحبك شوريا. شو هذا الشيء اللي عملته اليوم؟ أنا ما بطول. ولا يهمك، الإصابة خفيفة، أنا منيح. أنا كتير فخور فيكي مهيك، لأنه أنت عم تتعاملي مع ناس كتير خطيرين. أنا بلشت أفقد الأمل هلأ. مهيك سمعيني، تعرفي شو اللي بيخلينا مختلفين عنه؟ إنهم بيعذبوا الناس وبيقتلوهم، وكانت نيتك تنقذيني بس. لهيك شوفي، هو خدش كتير صغير. صدقني أنا خايفة كتير شوريا، هذا الشيء عم يزيد خطورة ولسه لهلا ما قدرنا نلاقيه لنيف. اسمعي، إذا بدك تنقذي نيف وتهزمي هدول فلا تستمري بهالشي. لازم تكسبي ثقة أرمان وتعرفي وين حاطت نيف، وبمجرد ما يرجع نيف على البيت رح نشوف هدول الناس شو بيقدروا يساووا. لوقتها أنت ما فيكي تفقدي الأمل أبدا. تعرف هاليوم مهم كتير، بس أنا ما عاد فيني أعمل شي. نحن رح ننجح، هذا دليل إنه في حدا عم يتمنى لنا الخير. شو؟ الشرطة جاية، بابو لال حكى كل شيء، لازم نطلع. سكروا الباب. يلا يلا بسرعة، خلينا نسكر الباب. طلعوا لبرا. أخي أرمان شو في؟ عجلوا يا شباب. يلا 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 بسرعة. ربطوا منيح، استخدموا الباب الخلفي. يلا يلا خدوه. يلا 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 نايدة. بسرعة يلا حطوا جوا. نايدة تعالي معي. يلا أرمان،
انتزع مكياجي، ما فيني خلي أرمان يشوفني هلا. بسرعة يلا يلا. اسمعني كتير منيح شو بدي أقول لك. الشرطة اجت داهمت المقر الأول. هلأ نحن تركنا المقر. الشباب طلعوا بسيارة لحاله. يلا يا أولاد يلا. وأنا وناهدة بدنا نطلع بسيارة. انتبهي مالك شايفة. اياك تحضر كل شيء. ما بعرف لسه ما قررت. ناهدة قوي حالك شوي، تمسكك الشرطة إذا بتتلبكي هيك. يلا استعجلي. ما عنا وقت، أسرعي طلعي بالسيارة. أسرعي طلعي. شوريا عم يحاول يقول لي شيء، بس شو هو يا ترى؟ بلشي بالتحضيرات، الوقت عم يركض هلا ورح يزيد الخطر كل ما مرق الوقت. رح اتاكد فورا من هي القائمه ورح اطلب كل المواد اللي ناقصتنا. رح نعمل استطلاع على مكان العرس بكره. بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح. شوريا شو عم يحاول يقلي؟ أرمان هاي الإكليل. ايه الإكليل رح يعمل دمار كبير، ضيوف العرس والبقية رح يموتوا بشكل سريع ورح تشعل النار فجأة. انت لازم تحطها بطريقة ما يبينوا فيها، لا الشرايط ولا المؤقت. أخي أرمان، بالتأكيد هي الفكرة كتير حلوة، بس كيف بدنا نخدع المسؤولين ونفوت لجوا بسهولة؟ أنت لا تاكلي هم هالشي أبداً. حالياً رح نشعل النار بالإكليل لما نفوت لجوا. بس أرمان
المرة الماضية نحن ركبنا كل شيء على شكل قطع، بس هاي المرة مختلفة، كيف رح نركب كل شيء بهالإكليل؟ أنت اترك هذا الشيء علي أنا. تافهين؟ هو انصاب بجروح كتير خطيرة وتركته على الأرض؟ هيك بتتعاملوا مع شخص مشهور مثل شوريا كنا؟ ها؟ شوريا هلأ أنا بدي أخذ توقيع وقالي. ليش عم تطلع هيك؟ أنت إلك دور رئيسي بخطتنا هاي. بعد ما توقع على هذا الإيصال أنت اللي رح تنلام وتتحاسب على كل أفعال. رح تحاكمك الشرطة على كل شي رح نعمله ونحنا رح نطلع منه. وقع. ما رح وقع. أنا بفضل إني موت قبل ما ساعدك لحتى تحقق هدفك. ما رح وقع. طيب لك أنا رح أربط نيف بصخرة وارميه بهداك النهر، أو في طريقة تانية إني أحرقه ويتعذب ليموت، أو فيني أوصل ويموت بسهولة. الخيار إلك. لا 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 رجاء لا تأذي نيف. أنا رح وقع. خلص مستعد وقع على هالشي. لا تأذي نيف وخليك بعيد عن عائلتي. أنا جاهز رح وقع. يلا اسمعوا، أنا رح خبركم كيف تفوتوا على هالمكان. أنا بدي تكونوا حذرين. لازم هالمرة نفتح عيوننا منيح. أنت وياه ما بدي تخبصوا مثل قبل. هالمرة كل شي مدروس. هاي هي الحديقة، شايف هون؟ تمام، وانت رح تكون جاهز بهي النقطة بالذات. حلو شوريا، انت هلأ توصلت لفكرة كتير حلوة مع انك موجوع. البداية من هون. كون حذر كتير لأنه مكشوف. عم تفهم علي شو عم أحكي؟ نعم عم أفهم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.